يعني ايه الحصه في اليابان، وانا عندي صور وتوثيق للكلام ده، ان من البيت للمدرسه الطفل بيتعلم حصه ليها علاقه بالمستقبل، انت مين في المستقبل، التاكيد على الهوايات وعلى المهارات وعلى خلق الشغف وعلى بناء الصوره الذهنيه وعلى صناعه رؤيه، عشان مجرد ما انت هتصنع رؤيه هتلاقي الشخص نفسه بيساعدك في بناء المستقبل. عايز تبني امه، حط لها رؤيه. عايز تبني شعب، حط له رؤيه، قول له انت بكره هتبقى هنا. في ناس كتير يا استاذ احمد مشكلته بتبقى في ايه؟ لما بيجي يحط الرؤيه بتاعته زي ما حضرتك قلت مثلا، نعم. بص بعد 10 سنين هتبقى فين؟ نعم. بيربط الرؤيه بتاعته بالوضع الاقتصادي او الوضع اللي فيه العالم كله دلوقتي، نعم. وضع كورونا والكلام ده كله، فبيقول خلاص بقى في تذبذب دلوقتي، الدنيا ما بقتش مستقره. نعم. فانا مش ضامن بكره ايه اللي هيحصل. ازاي يقدر يفصل ما بين الرؤيه وما بين الوضع اللي هو الواقع اللي موجود دلوقتي؟ أولاً إحنا اللي هنغير الواقع، الواقع عمره ما هيبقى يوتوبيا في يوم من الأيام. تمام. ليه الريس عمل العاصمة الإدارية؟ وليه اشتغل عليها حتى في فترة كورونا؟ وليه في دعوة غير عادية الآن إنك تروح وتشوف الفرص المستقبلية ووظائف المستقبل هناك؟ عشان يقول لك بص على بكرة ليه؟ في طاقة غير عادية بتتمكن مننا لمجرد إنك تتشبع ببكرة. يعني يا ايها الذي، حتى المتنبي ليه بيت شعر عبقري قوي يقول لك ايه؟ يقول لك قال تجهمت السماء قلت كيف التجهم في السماء؟ يعني واحد راح قال له الدنيا سودة، فهو بيتكلم وشه مكشر. قال له خلاص الدنيا سودة عارف، يبقى مش هيبقى الدنيا وشك. كيف التجهم في السماء؟ هتبقى انت والدنيا عليا؟ يا عم فتح وشك يا عم شويه، بص لبكره شويه. خلي عندك طاقة. وده هيحصل منين؟ احنا مش هنقدر نعمل رؤية الا بالدائرة الاولى، ان انا اؤمن بنفسي، اؤمن بنفسي اولا. بالزبط. مين اول من امن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا من الصبي علي، ولا من الرجال ابو بكر، ولا من النساء، ولا لا لا، هو نفسه. اول واحد امن بنفسه. دليل فين؟ الايه بتقول امن الرسول بما انزل اليه. تمام. خصوصا ان احنا في فترة من عمر مصر خلينا نقول استثنائية. انا عايز اقول لحضرتك، انا يمكن اول مرة اقعد سنة متصلة في مصر بسبب كورونا. أنا مشارك في ما لا يقل عن 80 إلى 90 ملتقى ومؤتمر حول المحافظات. الكلام كله بيصب في الأمل، في الحلم، في بكرة، في الإنتاج، في العمل. أنت لازم تكون جزء من الكوميونتي دي عشان الرؤية بتاعتك تقدر تسيطر عليك وأنت تقودك للأفضل. الدائرة الثالثة الرسالة. برضو عندي، ما قطع كلام حضرتك، يبقى عندي برضو ثقة في ربنا، يعني سيب الباقي على ربنا وحط الرؤية، أحط الرؤية بتاعتي. أشكرك. أحط الرؤية بتاعتي. هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق معانا الأمل. بالظبط. مش بس كده، واذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ان لا تقوم حتى يرثها. ربنا عايز يقول لنا ايه؟ يقول لنا اشتغلوا، انت مالكش دعوه بالنتائج، خلي طاقتك وانجازك وحركتك فيها كل الامل، كل المحبه، ودعي النتائج على ربنا. ثم ان الله كريم سبحانه وتعالى اكرم مننا، مستحيل يلاقيك بتأدي اداء كويس ويخذلك، او مستحيل يلاقيك ان انت عايز تعمل حاجه لبكره ويأخرك. ان لله سبحانه وتعالى يعني ابواب رحمه فوق قدرتنا على التخيل. الدائره الثالثه الرساله. يعني خلصنا من انت والاكتشاف والرؤيه. الدائره الثالثه الرساله. في ناس بتخلط بين الرؤيه والرساله. الرؤيه الضوء في اخر النفق، انا هكون فين ويكون لدي القدره ان انا اصنع صوره ذهنيه كبيره. الرساله دورك في الحياه اللي انت عايش عشانه، نقطه الارتكاز، ايه اللي بيشغل بالك وانت رايح تنام بتفكر فيه، اول ما تصحى من النوم شاغل بالك، لو فقدت كل ما تملك هتبدا من عنده. الرسالة تساوي الدور الكبير اللي بيبلع كل الأدوار الفرعية، الدور الكبير اللي بيبلع كل المهام الفرعية. الرسالة بيسموها إيه؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وقائدنا، يقول لك إيه؟ يقول لك والله يا عم، بيكلم عمه يعني، لا يتمنى الله الدين وحتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر الموت لا يخشى إلا الله وذئب على غنم. بمعنى إن عنده رسالة أن يوصل الصوت ويوصل الخير للناس. أنا بشايف إن كل واحد في البلد دي، حكومة وشعب وقيادة، رغم الظروف بيبث الأمل، ورغم الظروف بيقوم بدوره بشكل محترم. وعايز أقول لك إحنا في فترة استثنائية، إذ أن الوزراء دلوقتي بقوا في الشارع، يعني كله بيتحرك في الشارع، كله بيتحرك مع الجماهير في مبادرات حية جدا. وكان ليا نقاش لطيف مع وزير السياحة، وكان ليا نقاش لطيف مع وزير الشباب والرياضة، وفعلا في أكشن على أرض الواقع. الرسالة هي الدور العملي المؤثر في حياة الناس. كلمني ما تكلمني مش هسمعك ومش هحس برسالتك إلا لما تقولي الكلام ده أثره فين.
لما تيجي وزاره الاتصالات تقول لك فرصه المليون شاب للتدريب، لما يجي معهد الاي تي اي يقول لك احنا واخدين 4 سنين على التوالي مصر موسوعه جينيس اكبر تجمع عربي ببرمجه الالعاب 2016 و17 و18 و19. احنا بنتكلم عن لا تكون رساله لفرد او كيان او مؤسسه الا اذا كان له اثر. وما تقولش ان الدنيا بايظه، من قال هلك الناس فهو اهلكهم. لو انت بتقول ان الدنيا سودة فانت واحد من اسباب السواد، لو بتقول بكره بايظ انت واحد من اسباب البوظان.